إلى عشاق البيتزا والباستا والبرجر في أرجاء الأرض. اليوم تغطيتنا في هذا المطعم المتخصص طبق البيتزا، خليكم معنا. اللي يميز البيتزا عندهم إن المكونات كلها طبيعية، شايفين الصوص هذه؟ هذه الصوص خلطتهم. الفطر هذا خلطتهم، شوفوا كيف يعملوا كميات بسيطة جدا، كل شيء عندهم فريش. وهذه البيتزا عندهم الأطباق المميزة اسمها طبق البيتزا، مكوناتها 4 أجبان. بلش يا باشا. يا سلام، دلعني، العب يا ولد. الله الله، وينكم يا عشاق البيتزا؟ يا سلام، اعطيه من الفطر. ايوه دلعني، ما شاء الله عروسه صارت. يلا نستودعك الله. طبعا هذا الفرن مواصفات الافران العالميه، اماكن البيتزا العالميه تلقون عندهم نفس هذا الفرن. يلا 5 دقائق وتكون جاهزه. يا سلام، ها قربت تطلع العروسه. يلا وبيتزتنا صارت جاهزه. يلا الله الله، عروسة ما شاء الله تبارك الله. يا سلام، قلبي الصغير لا يتحمل. الله الله الله، واحد كلام كبير. رهيبة يا جماعة. البيتزا اللي جربتها اسمها طبق البيتزا، احفظوها زين. انا ما جربت الانواع الثانية، بس هذه يا جماعة كده على مسؤوليتي، بيتزا ما اكلت زيها من قبل، امسكتها. لكم يا عشاق الباستا، كل مكونات فريش. العب يا ولد. يلا واقلب اقلب يا ولد يا ولد. الله وديها جبن. الله الله، وديها. الله 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 على الباستا. العب يا ولد، اغراء يا جماعه. طبق البيتزا هذا الموقع حقهم، مركز الشروق التجاري، شارع الملك فيصل اللي يسمونه شارع المحيط، وهناك مستشفى الزهرة. بعد السنابة هذه راح احط لكم حسابهم في الانستغرام وحسابهم في السناب شات.